السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنرش هي يعني بص اللي حصل فيها، هنا كان في خربوش وهنا خربوش، في الجزء ده اهو متعفر لونه والجزء ده الحمد لله اتفرد ورشيناه. والمفروض ان احنا بقى هننزل يعني طبقه لون تانية او ورنيش او كلام من ده. اللي حصل معانا ان شاء الله احنا لسه فاضل لنا طبقه لون تاني، ولكن نتيجه فرد الخربوش ولما ادينا لون وكلام من ده يفضل هنا عملية ايه؟ صنفرة. المكان يتصنفر كويس بحيث ما يكونش فيه اي تحوير او حاجة. عاوز تدي شوية فيلر وكلام من ده بردك ممكن، ماشي مفيش اي مشاكل، وده بردك بنفضله كتير بصراحة انك تدي فيلر وتصنفر وكلام من ده. ولكن الموضوع يعني الحمد لله حاجة بسيطة جدا، فالامر مش مستدعي تجيب شوية، لو في حاجة جلد كشفة معاك شوية ادهيجن برموتر حتى لو بصباعك كده على الجلد، وبعد كده تدي عفرة لون ينشف تصنفر، واخد بالك، بحيث ان لو في حاجه محوره تتلم او كلام من ده اتصنفرت هنا واتصنفرت هنا طبقه اللون دي. وهننزل ان شاء الله دلوقتي باللون تاني علشان ننزل ورنيش، بس قبل ما ننزل بطبقه اللون اللي جاي ان شاء الله هننزل بالبلندنج او البيندر بتاعنا. ليه؟ علشان خاطر تتفادى لو في مشكله في اللون كلام من ده، ما يكونش في حاجه مبقعه هنا هنا كلام من ده، لا ناخده كل ده بلندنج اللي هو الشفاف او البيندر ونسرق عليه اللون سرقه منه فيه كده عشان ما يبقاش فيه حرف لون او كلام من ده. بسم الله. وهو البلندنج طاري كده ننزل باللون، يعني بص البلندنج اكنك نازل بورنيش، واخد بالك، حتى مكان الصنفره اللي احنا صنفرناها يمكن مش باين لانها صنفره ناعمه جدا، يعني حاول تكون صنفره ايه حتى 800 حامي على فكره، و1000 برضك، يعني ممكن تكون 1200 1500 لان هو جزء صغير اللي انت بتصنفره. بص مفيش اي حاجه ولا تحوير ولا حاجه تشيك كده. بسم الله. المكان اهو اللي متعفر القديم اهو، وادي مكاني هنا هوت. بسم الله. تمام كده بفضل الله زي الفل الحمد لله. ما جيناش هنا عند الربع دوت، ماشي، ولا جينا هنا. وعايز بص يعني المرمات دي دايما بنفضل فيها انك ايه، ممكن تعمل سبوتر بير صغير على قده هنا وسبوت هنا ممكن، بس مش هيبقى الامر مستدعي. دايما بص يعني تتفق انت مع الزبون بتاعك او العميل بتاعك في حكايه المرمات دي السبوتر بير ده. ليه؟ في زبون او عميل عايز يرش القطعه كلها، في واحد لا عايز يرش حته في الرفرف او حته في الباب على قدها، واخد بالك، فدايما خليك ايه على تواصل مع الزبون بتاعك. اللي حابب بقى يشوف مرمات تانية في اجزاء تانية ديت له ان شاء الله في قائمه تشغيل السبوت ريبير او المرمات. بس احنا كده ان شاء الله جاهزين على الكلير كود بتاعنا. عايز تاخدها بس انت واخد بالك، يعني هناخد دي على قدها، ادي لون اهو وهنا لون، هنسيح حرف ورنيش هنا وحرف ورنيش هنا وحرف ورنيش هنا وحرف، طب وليه؟ هي تجلد كل ده كده اهو، كل ده متجلد اهو، واخد بالك، وترشها كلها ورنيش، وحاول تبقى عند الشفط. يعني انا اللي في ظهري دلوقتي الشفط، ليه اي حاجه بنرشها بترجع على ورا كده او بتنزل على تحت كده، ما بتروحش على هناك. يعني انت معاك مرمى في ظهر العربيه مثلا في اكسلام خلفي او رفر خلفي، تجيب الرفر في الخلفي ناحيه الشفط، مش نجيب الاكسلام ده نوديه قدام عند باب الكابينه قدام وانا الشفط معايا ورا هنا، لا تجيبها هي قدام بحيث ان انت بترش العفره ما تجريش على هناك، لا تيجي على ورا كده اهوت. كلير كوت ان شاء الله اللي احنا جاهزين عليه كده. عايز تدي تجراء بردك بعد ما ينشف ماشي، بس الحمد لله الامور تمام. يعني دي البلندنج موصص العفره، مفيش اي اوفر سبراي، مفيش تبقيع، الحمد لله. اللون مساعد على فكره، ممكن يترش بدون بلندنج عادي، لكن افضل شويه البلندنج، مش مفهومش يعني تكلفه او حاجه، اللي هو البلندنج او مش عارف اللي هو البيندر اللي هو الاضافات اللي بتحط مع الالوان، ومش اي بلندنج على فكره، اللي هو احيانا بيضيفوه بيزودوا بيه اللون وكلام من ده، لان في كذا نوع بيندر، البيندر بيشتغل بيقوم وظيفه البلندنج عادي، بس دايما ايه ترجع للدعم الفني في الحاجات اللي زي دي.
حتى يبين لك البلندنج لو في هنا خربوش انت مش شايفه، في تسليخة صنفارة مش عارف ايه، يظهر لك الكلام ده. حتى اول ما نزلنا حس ان احنا رشينا ورنيش، مش محتاج تجريء الحمد لله. على فكرة ليه العفرة في حاجة مصيتها او حاجة نامت جوه حاجة اللي هو ايه، اللي هو البلندنج ده، نزلت غطست جواها ما بقتش واقفة على السطح عاملة بقعة. لكن بيكون ضروري البلندنج في لون زي فضي ذهبي الاحيان دي بيكون يعني مهم، مش عايزين نقول ضروري انه ممكن برضو يترش بدون بلندنج عاني، بس بالبياندر او البلندنج ده افضل يعني. انا كده مع الكشاف الامور الحمد لله تمام. بص كده بالكشاف في حاجه مكشفه حاجه عامله، بس احنا الحمد لله اصلا مسطرين يعني، احنا ادينا وش واتنين وتلاتة وملينا اي، مفيش اي حاجه مكشفه، واحنا زي ما احنا شفنا ايه مصنفرين. وعايزين ايه بقى نداني مكان الصنفره، شفت نزلنا بالبلندنج مكان الصنفره راح اساسا، فنزلنا بقى وش ايه، بس هو ما راحش مع الورنيش يبان، خلي بالك ممكن ما يبانش في لون زي اسود، لون زي الكحلي ده، الوان غامقه ممكن ما يبانش، بس لو فضي حتى لو صنفره 2000 يبان كان الصنفره ده. ليه انت مصنفر في طبقه لون، لكن لو جبنا حته الصنفره 2000 وصنفرنا ورنيش مثلا، ده مكان عليه ورنيش ما جاش عليه لون ورشينا ورنيش ما يبانش. ليه؟ لانك مصنفر في حاجه شفافه، انما هنا انت مصنفر في ميتاليك او في المونيات كسرتها، فمكان الصنفره لو رشيت ورنيش هيبان. شايف كده الامور الحمد لله تمام. بص كده مع فصل الإضاءة بتاع الكابينة برضك يبين لك إيه لو في أي حاجة كلام من ده بشكل أفضل يعني. يعني انا صديق بصراحه نصحني بالموضوع ده وانا الله يبارك له، قال لي لو قللت الاضاءه يظهر معاك الموضوع ده، وانا بشوف ناس فعلا بتعمل كده. يعني كنت برش مرمى لون ابيض، واخ الله يبارك له نصحني في الموضوع ده، كنا عاملين الابيض احيانا بيزغل الفراش، فقال لي لو قللت الاضاءه هتشوف اكتر. فدينا بناخد بالنصايح يا رجاله ونجرب برضو يعني، بس هي فعلا مبينه معايا الوضع يعني. ممكن تمشي مع الوان والوان لا، او ممكن اكون انا بتهيالي ممكن، بس انا شايف حاسس ان في طيب نتيجه فعلا يعني. تمام كلير كوت ان شاء الله. بص ننزل بالتجراء احسن، في زي وبره خفيفه كده، ننزل بالتجراء افضل برضك، نلم اي حاجه ممكن تكون موجوده. دي اللي هي المصمغه او التكراج او الدبكه او التجراء اهيت، وماشيه كده خاصه بالحاجات دي بتشيل اي اوفر سبراي. مهمه بس جدا مع الهواء كمان، ادي هواء وانت بتنزل بالبتاع دي. بعد تنفيضه كده برضو سريعه، احنا الحمد لله منفضين وبص والامور تمام، وممكن يطلع فيها الرزاز على فكره عادي، بس يعني ساعتها ايه بقى اهو انت عملت اللي عليك. بسم الله كلير كوت الورنيش، بس نحاول ما نحملش على الاطراف دي كده والحاجات دي، هو كده بس وننزل بوش كده وش خفيف كده يعني، وهننزل عليه بوش على طول سريع وان شاء الله. فلاش تايم كده دقيقتين تلاتة أربعة خمسة حسب درجة حرارة الجو اللي أنت فيه، وزي ما النشرة الفنية بتقول. بعد حوالي كده بتاع أربع خمس دقايق بسم الله، ناخد المزنق اللي جوه ده
صغيرة خالص اهي. هنا بسم الله نحاول نبص على حرفها. ظهرت اكتر اهي هنا. تسلم ايديكم. بفضل الله تمام كده يا رجاله، الامور الحمد لله زي الفل. عاش وحوش. تسلم ايديكم. في ايه بقى؟ شوية حركات كده عايزين نعملها. تمام، شايق على الشغلانة الحمد لله زي الفل، مية مية ماشي. عايز اوش تاني اديها، بس يعني انت تبص على الشكل بتاع العربية الاصلي عشان ما تقعدش تسيح فيها زيادة عن اللزوم، والحاجات دي بتسيل ما بتستحملش. بسم الله. دي نحلها وهي لسه حنينه كده. احنا ما جيناش طبعا هنا باللون. ها كده على شكل الورنيشه، من الشكل الحمد لله على البنطة اهي. بص على اللمبه الحمد لله الشكل واحد بفضل الله، كويس قوي الشكل، كويس الحمد لله. نشيل بقى ايه اللزق دوت كده وحنين كده اهو. تمام، ورنيش حنين، ايه نشيل الحاجات دي كلها، مهمة جدا يعني، لقطات صغيرة بس مهمة بصراحة. عشان ما فيش حاجة تشلع كلام من ده، وهي مخدمة شوية مع ال هتجيب بنسة أو حاجة. عشان ده اجيب لها شفره كده واعملها انا ايه على هادي كده. دي الحمد لله ايه يعني حددناها كويس قوي وفي فراغ الحمد لله، عشان ايه دي مش ممكن واحنا بنقعد نشيل كده حاجه تلطش او حاجه، لكن هي الحمد لله متلزقه كويس. حتى لو نشفت ان شاء الله مفيش حاجه هتشلع، لان في مسافه ما بين الجسم المدهون وما بين الجزء اللي متلزق، في ملالي صغيره سامحه بكده عادي. بصوا لو تاخدوا بالكم شايفين، انما لو مخدم قوي لا، في الحاله دي يفضل ان احنا نشيل اللزق ايه اولى يعني. ده كده اهوت. هنا برضك يعني الحمد لله في فراغ، مفيش مشاكل عادي، لكن نشيلها كده مش هيجرى حاجه يعني. هو يفضل طبعا ان انت تريح دماغك وتحل والكلام ده كله، انك تحل ده وتحل ده وتحل ده، ولكن لو في معاك فرصه ماشي شغال برضك انت وايه
يعني وممارستك في الموضوع وكلام من ده، لو انت شايف ان هيحصل معاك في مشكله، لا في الحاله دي انك تفور افضل، تفور ده وتفور ده وتطلع الاكسلان بره وكلام من ده، ولكن ده بيكون اتفاق ما بينك وما بين الزبون او العميل بتاعك يعني. بس كده انا ان شاء الله اجيب قطر وانا اشيلها. اللي عنده اي اضافه، احيانا بعد ما بشيل ده بجيب شويه مرمط فيد اوت واقعد اسيح كده اهو، تنر فرن مش فيد اوت كمان، عشان ان التنر فيد اوت او المرمط احيانا بيكون عليه زي حاجه زي زيت الورنيش كده، فيفضل شويه تنر فرن بس كده ايه نسيح كده يعني. اللي عنده اي اضافه يا ريت يسيبها لاخواته في التعليقات. يا رب يكون في رساله مفيد. ما توصلناش في دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النصيحه دي تتحل. ليه هتعوز منك تسليح يعني؟ ده تنر مرمات، انا حاسس ان هي ايه عايزه زي تعمل حد كده، ولكن احنا عشان خاطر كده احنا قلبنا ايه المسدس جوه، وده بق تنر مرمات فيد اوت. تمام كده الحمد لله ايه كويس. تنر 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 كل ده اتبخر عادي. تنر 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 فرن على فكره، مش تنر فيد اوت، تنر فرن اتبخر. ان شاء الله الامور تبقى تمام في مسافه. تحيات زي الفل الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحمد لله بعد ما نشفت تسلم ايديكم، خدت السخن الحرارة بتاعتها عاشر الجو والله الله زي الفل. تمام، والحتة دي الحمد لله مية مية ايه، مش اي حاجة بفضل الله. الكشاف تسلم اليوم 10 كده. ده بيكون الحاجات دي بتبقى زي تراب بينزل على العربية مع الندى مع ده مع ده، بيبدأ يتجمع في الحاجات دي بيتشال بقى ايه، محتاج يدعك بالمية، يدعكوا بالمية كده وبينضف يعني. ده مش نتيجة صمغ لزق او حاجة او بص، اللزق مهم طبعا، اختيار نوع لزق جيد، يبقى زي املاح من المية تبدأ حتى بص بتعمل فين هيك بتاعك كده تطلع يعني ان شاء الله. طب يكون في مواد خاصة بالحاجات دي بتشيلها. الصمغ الحمد لله تمام، نوع صمغ كويس والامور تبقى مية مية. السلام عليكم يا رجالة. ده بقى يتشال، واللزق ده كده برضك. بسم الله، بص كده الحمد لله نشيله اهو، بص تمام زي الفل بفضل الله. في رذاذ دست او حاجة يعني يفضل انك تلمع الاول، ليه؟ عشان ما يكونش فيه حاجة هنا ايه فيها يعني يخش اي كومباون او حاجة. دوت نبص كده. تسلم عليكم، اسمع دوك كشاف عشان هوش. ده طبعا كل ده بودره، ده يتغسل بالكاتشر كده اللي مكنه الغسيل، ده بيطلع بس كل ده بقى يتشال. تسلم عليكم يا هوش، دي حاجة بتتشال برضه. السلام عليكم.